ايه الجوانب الجديده اللي قدرتوا تكتشفوها من خلال حواركم معاهم ما كانش حد يعرفها قبل كده؟ يعني اكتشفت ايه جديد عن الاستاذ وحيد حامد؟ اكتشفت ايه جديد عن الاستاذ بشير الديك؟ اكتشفت ايه جديد عن الاستاذ هاني فوزي؟ ايه اللي اكتشفتوه جديد من خلال حواركم معاهم؟ هو انا بس عايز اقول الاول ان هم كانوا تعاونوا معانا بشكل كبير جدا. يعني انا اول لما اكلم حد في تليفون كان بيتحمس جدا، حتى انا فاكر كلمه الاستاذ عاطف بشاي قال لي ده وقت الكتاب، ده قال لي ده وقت ان احنا نعمل الكتاب ده. الاستاذ وحيد حامد قابلناه على طول، يعني اول لما كلمناه، اول لما كلمه الاستاذ محمد عبد الجليل. الجوانب الجديده في الكتاب مثلا الاستاذ هاني فوزي، انا اكتشفت ان معظم افلامه تجربه ذاتيه حصلت في حياته. ودي كانت حاجه بالنسبه لي مهمه يعني. بحب جداً. السيما ده كان تجربه ذاتيه مثلا، يعني الطفل الصغير في بحب السيما في حاجات كتير من الاستاذ هو كان الطفل الصغير كان بيحب السيما فعلا من وهو صغير. بالظبط. كان بيحب السيما وهو صغير، وكان بيروح يهرب من اهله ويدخل السيما، ويعني في جوانب كتير ملمسه. اوكي. استاذ وحيد حامد، الاستاذ وحيد حامد مثلا تغيير يوسف ادريس، الاستاذ الكبير يوسف ادريس، لفتره من فترات في وحيد حامد، لان هو كان بيكتب القصه القصيره. ولما ورى القصه القصيره الاستاذ يوسف ادريس قال له لا انت مكانك في الدراما. فهو قال لي انا اكتشف حاجه فيا مش انا ما كنتش وجهه التوجيه المظبوط. طبعا الاستاذ وحيد حامد اتكلمنا عن مشاهدته للافلام، الافلام اللي هو بيحب يشوفها، ان هو كان بيروح مهرجان كان باستمرار يتفرج على الافلام هناك ويتعلم، حتى لما كبر كان طول الوقت بيتعلم، طول الوقت بيشوف، طول الوقت بيتابع. كلمنا يعني اسرار كتير وحكايات كتير. وارجع اقول لكم تاني انكم اهتميتوا بالطفوله، لان انتوا كان عندكم اعتقاد، واعتقادكم في محله ان الطفوله هي اللي بتاثر بعد كده على كل وجهات النظر في الكبر بقى، لما الواحد بيكبر بيمارس بقى مهنه ايا ما كانت هي ايه مهنته. حقيقه الطفوله بتكون مؤثره بشكل كبير جدا. عايز تقول حاجه قبل ما نطلع فاصل؟ الدكتور مدحت العدل مثلا طفولته في حي شبرا الشبرا، وازاي هو متاثر جدا بشعبيات شبرا اللي موجوده في الحي، والاقباط والمسلمين باعتباره حي فيه يعني وحده وطنيه، وفي جوانب شعبيه كتيره، وده كله اثر في شخصيته واثر في كتاباته طبعًا. بعد كده طبعا حتى في مصطلحاته. صحيح. طبعا وحتى في مصطلحاته. وحقيقي فيلم حلو قوي، يعني من اهم الافلام اللي اتعملت في السينما المصريه فيلم بحب السينما. فيلم عظيم. وفي كمان معاني كتير جدا، في معاني وفي فلسفه وفي دراما قويه جدا. وفي الاهم من كده، وده الاستاذ هاني فوزي برضو تناقشنا معاه فيه، انه خارج عن فكره الشخصيات الاستنباطيه اللي هو واحد خير واحد شر، واحد حلو واحد وحش. لا، هي الحياه مش كده. هو الواحد ممكن يبقى فيه جوانب خير طبعًا. وجوانب شر، وعنده طبعًا. اخطاء وعنده ايجابيات، في حاله صراع كده نفسي داخل كل انسان. صحيح. الفيلم ده فيه كم من الصراع النفسي والذاتي، قدر الكاتب انه يعبر عنه انطلاقا من بعض الجوانب الشخصيه في حياته، هو زي ما قال في الكتاب وذكر بالامثله مواقف هو اتعرض ليها، والمواقف ديت نقلها في الفيلم. وسلط الضوء الحقيقه على اجزاء جريئه جدا وعلى معاني جريئه جدا طبعًا. وفي وقتها يمكن كان مش اي حد يقدر يتكلم في اللي هو اتكلم فيه طبعًا. حقيقي طبعًا. سعيده قوي ان انتوا اخترتوا الكتابه، لان انتوا عرفتوا تختاروا الاساس، يعني الاساس في اي عمل وفي نجاح اي عمل هو الكتابه طبعًا. زي ما دايما كده بنقول انه الورق هو اهم حاجه، وبعد كده كل حاجه بتتركب عليه. لما سالتوا الكتاب الكبار اللي اتكلمتوا معاهم، لقيتوا ان هم فعلا اللي بيحددوا الابطال، ولا الكاتب بيكتب من غير ما بيتخيل البطل بتاعه أو مين اللي هيعمل الشخصية اللي هو بيكتبها دلوقتي وبيسيب ده للمخرج؟ يعني كل كاتب سألتوه عن الموضوع ده قال لكم إيه؟ كان في أسئلة ثابتة منها اختيار البطل، اختيار البطل طبعا بتختلف من ظروف فيلم لفيلم، كل كاتب قال لنا إجابة غير التاني. وفي إجابات كانت مختلفة بالنسبة لورش الكتابة، مثلا سألناهم على ورش الكتابة كل واحد قال إجابة مختلفة عن التاني. سألناهم عن الأعمال التاريخية، كل واحد له إجابة مختلفة عن التاني، كل واحد له وجهة نظر في النقطة دي، سواء في الأعمال التاريخية أو ورش الكتابة أو اختيار البطل أو علاقته بالمنتج أو السيناريست أو المخرج. فالاختلاف ده كان حلو معانا جدا، علشان لو واحد بيتعلم سينما أو بيتعلم كتابة يشوف الوجهات النظر دي المختلفة كلها، ويكون هو وجهة نظره الشخصية في مجاله. أكيد أكيد.